الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله تعالى طلب العلم، الذي وردت النصوص ببيان فضل أهله ورفعة درجتهم عند الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج يطلب علماً فهو في سبيل الله حتى يرجع. قد جاءت النصوص بتفضيل العلم والتعلم وأهل العلم، كما قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وكما قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما ورد في السنن بإسناد أهلها: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وطلب العلم له طرائق ومناهج وله أساليب. من أساليب طلب العلم أخذ العلم من أهل الفتوى، بحيث يستفتيهم الإنسان عن مسائله، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن طرائقه حضور دروس أهل العلم، وقد أشار الله تعالى لشيء من هذا في قوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن طرائق التعلم الاجتهاد في النوازل والتدرب على ذلك، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن طرائق طلب العلم التأمل والتفكر، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن طرائق التعلم أيضا المجادلة والمناقشة والمناظرة، كما أشار إليها جل وعلا في عدد من الآيات. وقد فهم بعض الناس فهما خاطئا أن الجدال والنقاش ليس من الأمور المرغب فيها، وهذا لورود عدد من النصوص النبوية تنهى عن الجدال، كما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ضمين ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا.
وأنا ضمين ببيت في وسط الجنة لمن ترك الميرى ولو كان محقا، وأنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. قالوا: فنهى عن الميرى وهو النقاش والجدال. وهذا الحديث في إسناده كلام لأهل العلم، حيث ضعف أكثر أهل العلم هذا الخبر ولم يروا صحة إسناده. والناظر في النصوص يجد أنها تفرق بين الجدال بالحق والجدال بالباطل. ولذا قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فدل هذا على أن المجادلة إذا توافقت مع الضوابط الشرعية كانت محمودة مرغبا فيها. ومن هنا لعلنا نشير إلى عدد من آداب المجادلة الشرعية حتى يكون جدالنا على وفق ما جاء في الشرع. فأول هذه الآداب حسن النية والمقصد، بأن يقصد العبد إرضاء ربه والحصول على أجر الآخرة بهذه المجادلة، لا يريد بذلك رفعة لنفسه ولا علوا لدرجتها، وإنما لا يريد مقصد الدنيا وإنما يريد قصد الآخرة. وجاءت النصوص بترغيب أهل الإيمان أن تكون مقاصدهم أخروية لا دنيوية، كما قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولذا على الإنسان في جداله ومجادلته أن يكون قاصدا إرضاء الله والحصول على أجر الآخرة، فدليل قصد الآخرة هو ما سبق من آية سورة الإسراء، والدليل قصد إرضاء الله قوله جل وعلا: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد جاءت النصوص بالثناء على أولئك الذين يقصدون رضوان الله في عدد من آيات كتابه. وحينئذ نعلم أن أولئك الذين يقولون لا نعبد الله إلا محبة أنهم مخطئون بهذا. الواجب على العبد أن تكون عبادته مشتملة على رجاء ثواب الله والأمل في رضاه والخوف من عقابه مع وجود محبته جل وعلا والتوكل عليه سبحانه وتعالى. وانظر لما وصف الله أنبياءه بقوله: كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. ومن المآداب التي لا بد أن تكون في باب المجادلة أن يكون الإنسان مؤهلا للجدال والنقاش، بحيث يكون مطلعا على المسألة عارفا أدلتها، عنده الأهلية لفهم ما يقال، و
عنده اطلاع على كيفية دلالة الأدلة، بحيث يكون مطلعا على أدلة المسألة من جهة، وعنده مهارة استخراج الأحكام من الأدلة من جهة أخرى. وكم من شخص دخل في باب لا يحسنه فكان فتنة له وفتنة لغيره. ونحن نشاهد أن بعض الناس حاول أن يدخل في باب لم يكن مؤهلا له، فكان من أسباب ضلاله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن، ورد مرفوعا وموقوفا، إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لهم. ومن هنا يستشعر الإنسان أن بعض الأسئلة التي وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء ذكرها في كتاب الله كان الجواب عنها لا جواباً عن ذات السؤال، وإنما تحويلاً إلى ما ينتفع به السائل. ولهذا قيل في قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، بأنهم سألوا عن القمر كيف يكون بدراً في وقت وهلالاً في آخر، فأرشدوا إلى ما ينتفعون به، وهو أن يجعلوا مواقيت الهلال طريقاً يعرفون به أوقات العبادات. ومثله في قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فقد ذهب أكثر المفسرين إلى أنهم سألوا عما ينفق من أجناس الأموال ونحوها، فأجيبوا بأن ما تنتفعون به هو السؤال عمن ينفق عليهم، ليكون ذلك من أسباب إرضاء الله جل وعلا. والبحث في ذلك طويل، وقد كان من شأن علماء الأصول والقواعد أن وضعوا قاعدة فيها علقة بهذا الباب، حينما قالوا الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. ومن الآداب التي تكون في هذا الباب أن لا يدخل المرء باب المناظرة إلا وعنده يقين بما هو عليه، عارف بأن ما توجه إليه ومذهب صحيح قائم على أدلة، بالتالي يكون قاصداً الوصول إلى الحق لا نصرة مذهب ولا إعلاء ذكر نفسه. ومن الآداب في هذا الباب أن يلتزم الإنسان بقواعد الجدل والمناظرة، فإن الجدل له أصول وله قواعد وطرائق يعمل بها، وبالتالي على الإنسان أن يتعلم هذه القواعد متى أراد أن يدخل هذا الباب، ليكون حديثه متوافقاً مع قواعد هذا الباب موصلاً إلى النتائج التي يرجى الوصول إليها. ومن الآداب المتعلقة بهذا الباب اختيار الألفاظ
التي تقال، فيكون البحث بحثا علميا لا حديثا شخصيا، فهو يتحدث في العلم ومسائله ولا يتحدث في شخص من يقابله سبا وقدحا وتذكيرا بمعايبه وذنوبه. ويستشعر الإنسان في هذا عددا من الأحكام، أولها أن الشريعة نهت عن السباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. وأن الشريعة نهت عن السخرية والاستهزاء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن القواعد في هذا الباب أن الشريعة نهت عن القول السيء وأمرت بالقول الحسن، كما قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وانظر كيف قال أحسن، يعني أفضل ما يكون في الحسن، لأن هذه صيغة تفضيل. وإذا تقرر هذا فإن الجدل يقسمونه إلى قسمين: جدل منطقي يتعلق بعلم المنطق، فالمنطق طريقة لفهم الأشياء المفردة وفهم النسبة التي تكون بينها، وله طرائق معينة وأساليب، وسواء في تركيب أدلته وفي أشكال حججه وبراهينه. وهناك جدل فقهي مبني على طريقة المحاورة والمناظرة في مسائل الفقه والأصول، وله طرائق تخالف طريقة الجدل المنطقي. والأسئلة التي توجه في باب الجدل أربعة أنواع، فهناك سؤال عن المذهب فتسأل من يقابلك: ما تقول في كذا؟ وجوابه ببيان المذهب، فإن كانت المسألة مما تشتمل على التفصيل فلا بد من التفصيل فيها، ولا يصح إطلاق الحكم مجملا يشتمل على أمرين مختلفين في أحكامهما. وأما السؤال الثاني فالسؤال عن الدليل: ما دليلك في هذه المسألة؟ ولا بد أن يكون الدليل مما يصح الاستدلال به، والاستدلال له ثلاثة أوجه: أولها صحة الدليل بحيث يكون إسناده مقبولا، وثانيها حجية الدليل، فقد يصح إسناده لكنه لا يحتج به كما لو كان كلاما منقولا عن أهل الجاهلية أو عن أحد كهانهم، فإنه ولو صح الإسناد لم يصح الاحتجاج به. والثالث متعلق بطريقة الاستدلال ووجهه، وهو السؤال الثالث الذي يسأل عنه، السؤال عن وجه دلالة الدليل. إذن
عندنا طرائق لفهم الكلام العربي، يكون فهمنا للدليل من خلالها، وهذه الطرائق تخالف ذات الدليل. إذن عندنا وجهان: الأول الدليل، فإن هناك ما لا يصح الاستدلال به، ونجد أن بعض الناس يجعله دليلاً وحجةً، وأضرب لذلك عدداً من الأمثلة. فإننا نجد عند بعض الناس استدلالات بالمنامات وبالرؤى، مع أنه لا يصح أن نجعلها دليلاً ولا يجوز أن نبني عليها حكماً. وقد جاء في الأحاديث، صحيح أنه قد جاء في الأحاديث أن الرؤيا جزء من 46 جزءاً من النبوة، ولكن قد جاءنا أيضاً في الأحاديث أن بعض ما يراه الإنسان في منامه يكون من الشيطان ومن تسويل إبليس لابن آدم. والمرء لا يستطيع أن يفرق بين ما كان من النوع الأول وما كان من النوع الثاني. ولذا لما جاء الرجل الذي قال: رأيت رأسي يتدحرج أمامي، قال صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث أحدكم بتلعب الشيطان به. بل إنه قد تكون رؤياً منامية صحيحة، لكنها لا تكون على ظاهرها، أو يفسرها الإنسان بغير تفسيرها، وبالتالي لا يصح لنا الاستدلال في الأحكام الشرعية ولا القواعد الأصولية بمثل هذه الرؤى. وهكذا قد يأتي الإنسان بحديث لكنه ضعيف الإسناد، فلا يصح له أن يستند إليه مجرداً في بناء حكم شرعي. وكذلك قد يأتي الإنسان بكلام بعض التابعين ويجعله دليلاً ويحتج به على الناس في تقرير عبادات أو أمرهم وترغيبهم في فعل بعض فضائل الأعمال التي لم يثبت لها أصل في الشرع. وهكذا في مرار قد يأتي الإنسان بكلام مشتمل على نتائج جميلة يظن أنها ناتجة عن عمل، فيستدل بتلك النتائج على صلاحية ذلك الفعل وسلامة فعله. يأتيك ويقول: دعونا الله عند الولي فلان فاستجاب الله لنا. فيقال له: هذا عمل مبتدع لم يكن من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب للقبور حتى يدعو عندها بأموره الدنيوية أو الأخروية، إنما يدعو هناك للأموات. فيقول: قد أجيب دعائي. فنقول له بأن جمال النتيجة قد يكون وافق قدراً قدره الله عز وجل لك، ولا يعني ذلك صحة الفعل الذي فعلته. وهكذا نجد أن كثيراً من الناس يستدل بأحوال من سلفه ومن سبقه من آبائه وأجداده، فيقول: وجدت الناس يفعلون، وكان آبائي وأجدادي وأهل الخير والصلاح من بلادنا يفعلون ذلك. وينسى
أن الدليل الشرعي هو كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما الوحي اللذان أمر العبد باتباعهما، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وأوحينا إليك هذا القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن ثم فالواجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا مجرد تقليد الآباء والأجداد متى خالف فعلهم مقتضى نصوص الكتاب والسنة. وما يستدل به الناس في أمورهم كثير متعدد، ولا يصح لنا أن نجعل شيئاً من الأشياء دليلاً إلا إذا قام الدليل على كونه دليلاً. إذن هذا بالنسبة للأدلة، وهكذا في فهم الأدلة، فإن فهم الدليل ليس من الأمور الاعتباطية ولا من الأمور الذوقية، وإنما له أصول وقواعد، والفهم له أنواع، ومن ثم لابد من أن يكون فهمنا مبنياً على هذه القواعد، وهي قواعد إما عربية أو عقلية. وحينئذ نعلم أن علماء الشريعة لما قسموا الدلالات بتقسيمات مختلفة، فقالوا مرة دلالة الكلام، الدلالة إما حسية وإما لفظية وإما عقلية، ولكل واحد منها تقسيماته. والدلالة اللفظية إما أن تكون دلالة مطابقة بدلالة اللفظ على جميع معناه، كما لو قلت: حملت ماء العلبة، حملت كله أو بعضه؟ كله. بخلاف ما لو قلت: شربت ماء العلبة وأنت لم تشرب إلا جزءه، فهذه دلالة تضمن. ومرات تكون دلالة التزام، كما لو كان هناك مرآة فرأيت الماء أو علبة الماء فيها فتقول: رأيتها، وأنت لم ترها وإنما رأيت لازمها. وهكذا الدلالات قد تكون دلالة منطوق، بأن يدل اللفظ على محل النطق، وقد تكون دلالة مفهوم، بأن تكون الدلالة في اللفظ في غير محل المنطوق. كما لو قال قائل في خصومة: اثنان اختصما، فقال أحدهما للآخر: أبي ليس بسارق، فمنطوقه نفي السرقة عن أبي نفسه، ومفهومه اتهام الآخر بأن أباه كان من السراق. والمنطوق على أنواع: صريح هو الدال على معناه بما لا احتمال فيه، أو بما لا احتمال فيه مؤيد بدليل. ومن أمثلته قوله: قل هو الله أحد، تلك عشرة كاملة، فإن هذه الألفاظ لا تحتمل أن يراد بها تثنية ولا جمع، والثاني لا يحتمل أن يراد به تسعة ولا أحد عشر. وهناك دلالة ظاهر
منطوق ظاهر بحيث يرد إليها الاحتمال، لكن لا نلتفت إلى هذا الاحتمال إلا إذا تأيد بالدليل. ومن أمثلته دلالة العام على أفراده، ودلالة الأمر على الإلزام والإيجاب، وعلى الفورية، وعلى المرة، ودلالة المطلق على أحد الأفراد بلا تعيين. وهناك نوع آخر يقال له المفهوم، وهو دلالة اللفظ في غير محل النطق. وهذا المفهوم ليس أيضاً من الأمور الاعتباطية، بل له أنواع محددة معروفة، ستة أنواع أو سبعة. أولها دلالة الإيماء بأن يكون الكلام مشعراً بالعلة التي ثبت الحكم من أجلها، من أجل أن تثبت الحكم كلما وجد الوصف. ومنها دلالة الاقتضاء بأن يكون الكلام قد حذف بعضه مما يحتاج معه إلى تقدير. تقول جاء فلان فتجيب جاء يعني فلان. وهناك دلالة تنبيه بأن يكون المسكوت عنه مماثلا للمنطوق به في المعنى فيماثله في الحكم. فقوله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، تكلم عن مثقال الذرة. طيب إذا عمل أكثر نقول من باب أولى أن يراه خيرا إن كان خيرا. ومن أنواعه دليل الخطاب بأن يكون في الكلام قيد يشعر بانتفاء الحكم عند انتفاء ذلك القيد. ومن أمثلة ذلك ما يقال له مفهوم التقسيم، كما في قوله تعالى في سورة المطففين لما قال إن الفجار لفي إيش سجين، ثم قال في وصفهم وجعل القسم الثاني إن الأبرار لفي نعيم، ثم كلا إن كتاب الأبرار لفي. في ذكر الفجار قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ففهمنا منه بدليل الخطاب أن الأبرار لا يحجبون عن رؤية الله تعالى. ومن أنواعه دلالة الحصر بأن يكون الحكم محصورا في محل. ومن أنواعه أيضا دلالة الإشارة بأن يكون الكلام قد سيق لمعنى فيدل بطريق التبع على معنى آخر. والنوع الآخر الذي وقع فيه التردد دلالة الاقتران. ولكل واحد من هذه الدلالات صيغ تدل عليه، فليس الأمر اعتباطا. مثلا دلالة الحصر لها خمس صيغ معروفة، كل صيغة منها تدل على الحصر وبعضها أقوى من بعض. أولها لفظة إنما كقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. وثانيها دلالة أداة الاستثناء بعد النفي، سواء كان بإلا أو عدا أو حاشا ونحو ذلك. وثالثها
المبتدأ المعرف فإنه يفيد انحصاره في الخبر، كقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير، يعني لا تستطيع أن تدخل في الصلاة إلا بالتكبير، وتحليلها التسليم، يعني لا تخرج من الصلاة إلا بالتسليم، ورابعها ضمير الفصل، ضمير الفصل، فأولئك هم الظالمون. ويلاحظ هنا في باب الحصر أن منه ما هو حصر حقيقي ومنه ما هو حصر إضافي نسبي، ولكل منهما أساليبه وأدواته، وهكذا بقية الأنواع. فدلالة الإيماء لها ستة أنواع معروفة، كل منها يكون له صيغة، ودلالة ودليل الخطاب له ستة أنواع أيضا، كل نوع منها له طريقته وسياقه. فهذه أسئلة ثلاثة: أولها سؤال عن المذهب، وثانيها سؤال عن الدليل، وثالثها سؤال عن وجه الدلالة، ورابعها سؤال على وجه الاعتراض. وهذا هو الذي يتعلق به لب ونهاية فن الجدل. والأسئلة التي تكون على وجه الاعتراض على أنواع متعددة بحسب نوع الأدلة. فهناك أسئلة توجه لمن استدل بآية من كتاب الله، وهناك أسئلة توجه لمن استدل بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أسئلة توجه للاستدلال بالإجماع، وهناك أسئلة توجه للاستدلال بالقياس، وهكذا في الأدلة المختلفة فيها، وكذلك فيما يتعلق بقواعد الاستنباط والفهم، فإن الأسئلة توجه لها بطرائق معينة. وسأعرض لنماذج من الأسئلة التي توجه للمستدل بأي دليل، لأن هذه الأنواع بعضها مشترك يمكن أن يوجه إلى جميع أنواع الأدلة، فلعلي أعرض لنماذج منها. فأول ذلك سؤال الاستفسار بأن يسأله عن لفظ اشتمل عليه كلامه ليبين المراد منه، وهذا على نوعين: إما أن يأتي المستدل بلفظ غريب فيسأله: ما هذا اللفظ وما مرادك به؟ وإما أن يأتيه بسؤال له معان متعددة فيريد منه تحديد المعنى المقصود بذلك. ومن أمثلة هذا: لو قال قائل: هذا الوصف إخالة، يبين مقصود الشارع، فيقول له: ما مقصودك بإخالة؟ فإني لم أفهم هذا اللفظ. ومثله لو قال أو أورد في ضمن كلامه كلمة الصحابي، فيقال له: ما الذي تريده بلفظ الصحابي؟ فإن هذه الكلمة إذا أطلقت في باب الرواية أريد بها من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإذا أطلقت في باب الأدلة المختلف فيها أريد بها من لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة، فعين لي مرادك.
ومثله مثلا في لفظة الطرد، فإن كلمة الطرد قد يراد بها قياس الطرد، وقد يراد بها وصف الطرد، وقد يراد بها مسلك الطرد، وقد يراد بها قادح الطرد، فيقول له عين مرادي، ماذا تريد؟ عين مرادك، ماذا تريد بهذه اللفظة؟ ومن أنواع الأسئلة سؤال فساد الاعتبار بأن يقول له: هذا الدليل الذي أوردته علي معارض بدليل أقوى منه، وبالتالي لا يصح لك أن تستدل به. فإذا أتى بقياس في مسألة فيها نص قال قياسك فاسد الاعتبار. ومن الأسئلة سؤال فساد الوضع بأن يقول: مقتضى دليلك ينافي مذهبك الذي سرت عليه، فدليلك يقتضي التخفيف ومذهبك التشديد والتغليظ. ومن الأسئلة سؤال المنع بأن يمنع المعترض كلام المستدل، ومواقعه في الاستدلال بالقياس أربعة: منع حكم الأصل، ومنع وجود الوصف في الأصل، ومنع كون الوصف علة، وهو الذي يسمى سؤال المطالبة، ومنع وجود الوصف في الفرع. ومن أنواع الاعتراضات سؤال المعارضة بأن يأتي بما يعارض استدلال المستدل، سواء من الأدلة، فإذا أورد حديثا أورد له حديثا يعارضه. ومن أنواع الاعتراضات المشاركة في الاستدلال، فيقول: كما أن هذا الدليل يدل لمذهبك فهو أيضا يدل لمذهبي، وبالتالي لا يصح لك أن تصادر الاستدلال بهذا الدليل. ومن أنواع الاعتراضات النقض بأن يقول بأن ما استدللت به وجد في محل آخر ولم ينتج النتيجة التي استنتجتها في كلامك، مما يدل على أن هذا الاستنتاج لم يصح لك، كما لو أورد دليلاً من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم على حكم، فيقول له المعترض: أنت لم تقل بهذا الدليل في القسم الآخر، فدل هذا على أن الحديث لا ينتج الحكم الذي استنتجته منه. ومن أنواع الأسئلة سؤال عدم التأثير، فيقول مثلا: دليلك هذا غير مؤثر في المسألة التي جرى البحث والحديث فيها. ومن أنواع الأسئلة أيضا سؤال المشاركة في الاستدلال، ذكرنا قبل قليل. ومن أنواعها أيضا القول بالموجب، فيقول: دليلك صحيح لكنه يدل على فساد مذهبك لا على صحته، كما في قوله تعالى لما ذكر عن المنافقين أنهم قالوا: ليخرجن الأعز منها الأذل، كان الجواب: كلامكم صحيح ولكن من هو الأعز؟ ف
فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فلم ينقض دليلهم، وإنما بين أن هذا الدليل يدل على خلاف مدلولهم. فهذه أبرز معالم الأسئلة التي توجه للمستدل بالدليل على مسائل الأصول والفقه. وأنتم تعلمون أن استمداد علم الأصول من شيئين، أولهما النصوص الشرعية وثانيهما اللغة العربية، ومن ثم فإن استدلال الأصوليين سيكون بأحد هذين الأمرين. وأنبه هنا إلى أن من الأدلة الشرعية القياس، والقياس متى كان قطعياً أمكن أن يستدل به في مسائل الأصول، فإن أدلة حجية القياس عامة وتنتهي جولة الجدل والمناظرة بعدد من ملغياتها، ولعلي أذكر منها عدداً. أولها عدم معرفة الإنسان للمذهب الذي يقول به، سواء كان لا يعرف أصل المذهب أو لا يعرف حدوده ولوازمه، فإنه في مرات قد يفسر الإنسان اللفظ بغير المراد منه، فتجد مثلا بعض الناس يستدل في باب التأمين فيقول إن التأمين عبادة يتقرب بها لله، فهم يتنازعون في التأمين المعاملة المالية وهو يتحدث في التأمين الذي يعقب سورة الفاتحة، وبالتالي لم يعرف مذهبه. وهكذا قد يخلط بين المسائل، فمثلا الفقهاء يفرقون بين من أحدث في أثناء صلاته ومن تذكر أنه محدث، فمن جاءنا وخلط بينهما فهذا لم يعرف مذهبه، وبالتالي ينقطع النزاع والجدال في ذلك. ومثله في مسائل الأصول. ومن أنواع الانقطاع أيضا ألا يتمكن من إقامة الدليل على المذهب الذي يختاره ويريده، فإنه لا تصح الدعاوى بدون أدلة عليها، ولا يصح ولا يجوز للإنسان أن يقول بمذهب وهو لا يعلم الدليل الذي دل عليه. ومن أنواع الانقطاع أيضا أن لا يتمكن من جواب المعارض له، فإنه إذا لم يستطع الجواب حينئذ دل هذا على انقطاعه. ومن أنواع الانقطاع نقل البحث والكلام من مسألة إلى مسألة أخرى، فإن هذا يؤدي إلى عدم انضباط المناظرة وتسلسلها، ومن ثم لا يصلون إلى نتيجة فيها. ومن أنواع انقطاع المناظر أن يلزم على كلامه لوازم لا يرتضيها، فمتى كانت هذه اللوازم صحيحة تلزم على قوله فحينئذ يدل هذا على انقطاعه. وأنبه هنا إلى أنه لا يلزم ولا يصح لنا أن نثبت لازم الأقوال
لمن يقول بها. لازم القول قد يكون ناتجاً عن قول صحيح راجح، فهذا اللازم يسلم به، ولكن إذا كان القول باطلاً فإن ما يلزم عليه من اللوازم لا يجوز أن نثبتها لقائل ذلك القول، لأنه لا يلتزمها ولا يقول بها. وبالتالي نعرف أن طرائق إثبات المذاهب للأئمة لها قيود وشروط ولها أنواع وصفات، وبالتالي لا يثبت مذهب لفقيه أو إمام إلا بناء على هذه القواعد. فحينئذ نعلم أن البحث العلمي ليس من الأمور العبطية، بل له قواعد وله أصول. ونحن نشاهد كثيراً من القضايا الأصولية يتناولها أشخاص لا علم عندهم ولا مؤهل لديهم، فيدخلون في أبواب لا حق لهم بالدخول فيها. وأنا أضرب لذلك مثلاً من الأمثلة التي نجد أن كثيراً من الناس يلج فيها وهو من غير أهل الاختصاص، باب سد الذرائع. فتجد أن هناك من يرمي علماء الشريعة بأنهم منعوه من أشياء نتيجة توسعهم في باب سد الذرائع، وهو لا يعلم أن سد الذرائع ليس من الأمور الاعتباطية، بل له قواعد وله شروط وفيه محل اتفاق بين الفقهاء وإجماع، وفيه سواء على المنع أو الفتح، وبالتالي لا بد أن يراعى هذه الأمور المتعلقة بضبط باب سد الذرائع. ثم إننا نجد أن العقلاء في كل باب وفن يعملون بسد الذرائع ويجعلونه طريقة يسيرون عليها. فالتجار عندهم احتياطات في تجاراتهم هي من سد الذرائع، والأطباء عندهم تعاملات هي من سد الذرائع. فمثلاً هذه التطعيمات الاحترازية هي سد للذرائع، وهكذا أيضاً عدد من الإجراءات في النظافة وغيرها هي سد ذرائع. وكذلك في أبواب البناء والهندسة تجد أنهم يضعون إجراءات احترازية هي سد ذرائع لئلا ينتج شيء من أعمال هذه الهندسة يؤدي إلى الحوادث. وبالتالي نعلم أن من يدخل في هذا الباب وهو ليس مؤهلا يتكلم فيه بما ليس من حقيقته، ويلغي به أحكاما ثابتة في الشرع. والناظر في الأدلة يجد أنها تقرر سد الذرائع في مواطن كثيرة، يعني مثلا في قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، منعهم من سب آلهة المشركين سدا لذريعة أن يسب الله. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه،
قالوا: كيف يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهكذا لما قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام أو قال بجاهلية لهدمت البيت ولبنيته على قواعد إبراهيم. ولما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقتله إني أخشى أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه. فالمقصود أنه أننا نجد في كثير من القضايا الأصولية من يدخل فيها وهو ليس بمؤهل، وبالتالي ينخدع من ليس بمؤهل بمثل كلامه. فنحن نجد بعض من يدخلون في أبواب من أبواب النسخ، وآخرون يدخلون في السنة النبوية، وبعضهم ينكر بعض أجزائها، وهناك من ينكر دلالة بعض الآيات القرآنية على معانيها، وهناك من يركب على آيات القرآن استدلالات لا تدل عليها. وهكذا في الأدلة الأخرى، يعني مثلا في شرع من قبلنا نجد أن هناك من يأتي بنصوص ينقلها من التوراة أو الإنجيل الذي بين أيدي الناس، وتعلمون ما حصل فيها، ويستدل بها ويقول بأن مما قرر عند علماء الشريعة أن شرع من قبلنا شرع لنا، ويغفل عن أن مراد علماء الشريعة هو ما نقل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هناك عدداً من القضايا الأصولية التي حاول بعض من لا يفهم ومن عنده زيغ فيها أن ينشر فيها أقوالاً باطلة تروج على بعض من لا يكون عنده اختصاص ولا معرفة، وقد يدخل في باب مجادلته ومناقشته من ليس مؤهلا، فيبني على كلامه الضعيف عدد من الناس صحة كلام المدعي الأول. وقاعدة الشريعة في هذا أن يرد الأمر إلى أهل الاختصاص فيه، كما قال تعالى: فاسأل به خبيرا. بارك الله فيكم، وفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. نسأله جل وعلا صلاحا لأحوال الأمة، واستقامة لأمرها، وسعادة لها دنيا وآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى. ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يبارك فيهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.